يلا ارحل يا بشا، يلا ارحل يا بشا يا بشا، مالك منا خود ماهر وارحل عنا، وجر عيدك سقطت منا، ويلا ارحل يا بشا. جاهز للعذاب، جاهز للعذاب يلي قبل عذاب الحياة يلي عم يستناك، وقبل عذاب القبر مع جماعتك كلهم، وقبل عذاب جهنم مع تبوك. جاهز؟ بخبط راسك لأنه ما توقعناك بهيم لهالدرجة. هاي لبهمك وهي لحماقتك، يعني أنت إنسان بس بمخصر صور، معقول هذا الشي؟ خلينا نطالع الغباء. اطلع يا غباء، اطلع غباء، يقرف عمرك. وهاي مشان وجعك، بدي وجعك، وجعك، بدي وجعك، وجعك، توجع، 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 بلاش، بلا سبب محدد ليك، مشان كل هالناس اللي بكيتهم، كل هالناس اللي نزعت لهم يومهم، نزعت لهم، نزعت لهم حياتهم. وهذا البرغي بدي حطه في تمك، ليش؟ مشان خطاباتك الزفت، خطاباتك اللي ما لها معنى، خطاباتك المسخرة يا خرا انت. مشان ما بقى نسمعه، ما بقى بدنا نسمع ولا خطاب. هاي بيت الناس خدم منيح مزبوط، ان شاء الله تكون عم تحس فيها، تحس فيها، تحس فيها. خلينا نزود لكم واحدة، لانه هالخطابات ما بقى بدنا اياها، يعني شحاطات احتروا، ما ترى عنا شحاطة، خلص ما بق بدنا هالخطابات، ما بق بدنا اياها، التلفزيون ما بق بدنا اياك تطلع عليه نهائيا. اسمع اسمع، اثبتوا لينا، هاي بتثبت احسن، هاي رقبتك، خلينا نشنقك هيك شنقة شنقة، هيك هيك بركي بركي بتحس فيها يعني، هيك يوي يوي، كويسة كويسة، هيك يضيق نفسك مثل ما ضيقت نفسنا. والله بدي شدلك اذنك، ليش بدي شدلك اذنك؟ سامعني ولا لا؟ لانك ما عم تسمع شعبك، شو عم بيقلك شعبك؟ شو كل يوم عم بينادي بالشوارع، شو عم بيقلك؟ شو بده؟ بده حرية؟ صعبة يعني؟ صعبة يعني بده حرية يعني؟ صعبة يعني؟ عم تحس عليها عم تحس عليها؟ العمى ما فيك حس، خليني هالإذن بدي أقرف لك إياها. أنا هون هاي إذنك بدي إياك تسمع، ما عم تسمع الشعب يعني؟ ما عم تسمع للشعب يعني؟ الشعب ما عم تسمع؟ العمى ما فيه حس، هاي الإذن ما بق... أطرش أطرش. صعبة عليك حرية؟ حرية صعبة عليك؟ هلا شو بدي اعمل لك؟ شو بدي اقطع لك؟ بدي اقطع لك ايدك، مشان كل الناس يلي تقطعت ايديهم، تقطعت اجسامهم، ما حسس فيهم هدول؟ ما حسس فيهم هدول؟ هدول اللي تقطعت ايديهم اجريهم، ما في دكاترة تعالجهم، الله يبعث لك ألف علة. الله اجريك اجريك، ليش اجريك كمان؟ ليش ما في ناس قطعت اجريهم؟ تقطع لحمهم، ما فيهم حس مثلك يعني؟ هاي مشان كل واحد انصاب، ان شاء الله تكون عم بتحس فيها يا رب. هاي مشان
كل واحد انصاب بأجره، ما كان في حدا يساعده، تم عم بيتألم ويتألم. مستشفى ما بيقدروا يروحوا على المستشفى. حس انه هيك عم تتألم شوي، حط لك شوي الدم. حس انه هيك كمان دمك عم بينزف مثل ما عم تنزف لنا دمنا. قال رئيس، قال مشان الأطفال، الأطفال يلي تقطعت أجسامهم، يلي بكيوا، يلي شافوا أمهم وأبوهم وأخواتهم ماتوا قدام عينيهم، مشان الأطفال يلي توفوا شهداء عند الله إن شاء الله يا رب. مشانهم شو بدنا نساوي لك؟ شو بدنا نساوي لك مشانهم؟ مشانهم أنا بقول بلا عنف، لأنه هنن المفروض أصلاً ما يعرفوا شو هو العنف، مشان كل أطفال سوريا. عذابك قرب، وقت عذابك قرب، استعد، خليك جاهز، لأنه ما في مفر منه. ما في مفر منه. الحلو بهالقصة إنه مصيرك عند الله.